الخبر الاول اللي عدنا عن اليوتيوبر وتضامنهم ويا اللاجئين السوريين، وعن الحادثه اللي صارت بلبنان. فالما يعرف شنو اللي صاير، واحد من اللبنانيين اللي اكيد ما يمثل الا نفسه طرق المخيمات اللاجئين بلبنان كحركه تضامنيه من اليوتيوبر اللي منهم انس واصاله ووسام تكت، نزلوا شويه ستوريات يحطون بها رابط للتبرع، واللي هو هذا البوست اللي راح احط لكم اياه بالوصف. اللي يقدر انه يتبرع يروح يتبرع، بما انه انس واصاله هم النشروا فالمفروض انه يكون مضمون. طبعا ما يقدر، كل ما عليه انه هو يدعي لهم انه الله يفرج عليهم واكثر. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو ريدر. فريدر نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري واللي يعلم من خلاله عن نزول اغنيته الجديده بعنوان فلوس اللي راح تنزل على قناته مال الاغاني حسب ما قال باليومين الجايين. وطبعا بنفس الوقت قال انه بهذه الاغنيه راح تكون بها مفاجاه خرافيه. انتوا تتوقعون يا حبايب هذه المفاجاه؟ راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا هواي منكم دي يسالون على الاغنيه شو وقت تنزل، وصلنا 100,000 وكلكم باركتوا لي، شكرا لكم، وهذا الشيء كلش فرحني والله. الاغنيه راح تنزل بس الاغنيه بها مفاجاه على مود هاي طولت شويه، فترقبوا بهاليومين، فترقبوا الاغنيه هاليومين تنزل على قناه الراب. قلت لكم انا بها مفاجاه، فعلى مود هاي تاخرت الاغنيه شويه لان صدق محضر لكم مفاجاه كلش حلوه وكلش قويه. من تنزل الاغنيه راح تعرفون شنو المفاجاه، اول مره اسويها باغانيه يعني، واول مره. الخبر الثالث اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وتهجمها على محمد جواني. فبيسان وانس الشايب كان فاتحين بث على حساب بيسان بالانستغرام، وهذا البث المباشر واحد من الاشخاص كتب اسم محمد جواني. فبيسان ردت عليه انه ما شرف احط هيك اسامي بالبث مالتي، راح احط لكم لقطه شوفوها. ما بشرفني احط هيك اسامي بلايف. الخبر الرابع اللي عدنا عن نارين بيوتي ودخولها للمستشفى. فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري بتطلب من المتابعين انه وين حابين انه يشوفوها ماخذه صوره. فراح احط لكم بعض الصور اللي حطتها، واللي هي واحده انه جالسه تصلي فحطت هذه الصوره، اما الصوره الثانيه فواحد طلب من عدها انه صوره هي بالمستشفى فحطت هذه الصوره وهي بالمستشفى. اما عن الصوره الاخيره فقال لها انه تحط الكراش او الشخص اللي هي معجبه بيه فحطت هذا المغني الامريكي. الخبر الخامس اللي عدنا عن فضيحة بيسان اسماعيل ويا امها. فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام بث مباشر، وبهذا البث المباشر ام بيسان اسماعيل كانت كانه بدها تجبر بنتها انه تلبس ملابس معينه راح تكون براس السنه، عشان جالسه تختار لها ملابس وهذه الملابس شويه قصيره. طبعا بيسان وانس شايب كلش تضايقوا من هذه الملابس من تعابير وجههم، ولكن هم قدروا يحجون شيء جانب بالبث المباشر، وحتى انس شايب قال انه بالنهايه احنا ببث مباشر ما نقدر نقول اي شيء. شوفوا هذه اللقطه شوفوها. هذا راس السنه؟ لا مو راس السنه. اكيد بحكي شو جلي. هذا مش راس السنه، بدون الصور هي راس السنه الكلب. مستحيل. والله. اشوف. اكلنا هوا. اكلنا هوا. وانا جايب لك اياها سمسان. هذا كثير بجنن. هاي اللي من ورا احلى شيء فيه. شو دخلني؟ شو دي؟ اوه هاي حلوة. مضطر نحكي حلو. ما اعرف الصراحة، اكتبوا لي يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة، كانكم فيزياء وقناة مملكة القصص، وبس مع السلامة.